اكتشفنا عناصر جديده اللي وصلت للنهائي. هذا اللي وصلوا للنهائي داروا احتكاك مع الفريق الوطني، وهذا الشيء اللي كنت نحوس عليه هنا باش تكون عندنا فريق وطني، يعني كما نقولوا احنا الالف والباء، مش مشاركه في البطوله الافريقيه في شهر ديسمبر المؤهله للالعاب العالميه في الصين، وكذلك عندنا كاس العالم في اوزباكستان في شهر سبتمبر. الرابطات طلبوا مني باش نعاود لهم بطوله او كاس هنا في، يعني انبهروا بالقاعه حمو بوتيليس، قلت لهم ان شاء الله ندير لكم بطوله واحده اخرى وندير لكم كاس الجزائر ان شاء الله. وكذلك ولما لا، رانا احنا يعني رانا مبرمجين بطوله افريقيه طلبناها باش تكون هنا في الجزائر ان شاء الله، تكون هنا في بركه تركوها مدينه وهران ان شاء الله. كاين بعض الاخطاء يعني ما تكونش متعمده، ولكن عموما الحمد لله التحكيم مليح وفي يعني في تطور. عندنا حكام وطنيين وكذلك حكام دوليين يأطروا بهذه البطوله. مستوى راه كاين بعض المنازلات مستوى لا باس به، وكاين سيرتو في الفئات الاواسط يوجد بعض المواهب الشابه وكنعتنوا بها ان شاء الله نجم تشرف الرايه الوطنيه في المستقبل ان شاء الله. المنافسات في المستقبل يوي يليق لهم تربصات، يليق لهم احتكاك مع ابطال واحد اخرين، بس كي تجي المنافسه ان شاء الله الرسميه يكونوا متحضرين. الحمد لله تحصلت على المرتبه الاولى في البطوله الوطنيه للكيك بوكسين. نشكر ولايه وهران على الاستضافه ونشكر الاتحاديه على تنظيم هذه البطوله بصفه جيده، والحمد لله يا ربي باذن الله يعطونا الفريق الوطني نديروا التحضيرات معهم ونروحوا البطوله العالميه في اوزباكستان. ربعات عليكم والحمد لله كانت النتائج ايجابيه، وهذا بفضل التدريبات اللي درناها في القاعه مع الكوتش تاعنا وكاع، والحمد لله ان شاء الله نتاهلوا للبطوله اللي غادي يديروها في اوزباكستان.